انت حارس ليلي ياك؟ حارس ليلي. هادشي متى وقعت قريبا؟ قريبا 20 يوم دابا. 20 يوم دابا؟ قريبا 20 يوم دابا. ما جاتك حتى شي اخبار؟ نهار لحد 30 شهر 10. الموطور ديالك قلت لي ايه؟ اذا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتواجدوا حاليا بمنطقه البرنوسي القدس. هذا الحارس هذا اللي سرقوا ليه دراجه ناريه اللي هي من الملك ديالو، يعني ماشي حاضره، يعني دراجه ناريه من نوع تريبورتور اللي تمت السرقه ديالها تقريبا المده ديال 20 يوم. وهذا السيد يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني فقط غير حارس ليلي. جماعة تكافح انه وخد هذيك الدراجه تبار 1000 درهم ديال الكريدي، لا حول ولا، يعني باقي جديد. يعني صراحه تفاصيل خطيره جدا اللي خلات ان هذا السيد هذا اليوم يخرج ويناشد المسؤولين انهم يخدموا معاه ويحاولوا انهم يسرعوا من الوتيرات البحث باش يشدوا هاد السارقين هادو، لانهم صراحه يعني ألموه بالسرقه ديال التريبورتور هذا. السلام عليكم اخويا، عاود لي اخويا شنو وقع داك مني الله حتى شي تريبورتور في ديك البلاصه خويا. انا ذاك النهار بالضبط عيط لي واحد السيد جاري قال لي عافاك جهز لي واحد الماريو مع 6 العشيه. انا 7 كنبدا، انا مشيت مع 6 السيد هزيت لي واحد الماريو حولته ليه من دار لدار اخرى قريبه. مني جيتو انا ما كنحطو في واحد البلاصه، هذاك النهار حطيتو في بلاصه اخرى، حطيتو في بلاصه اخرى اللي ماشي في البلاصه اللي مولف كتحطو فيها، ماشي بلاصه اللي مولف كنحطو فيها، حطيتو في بلاصه اخرى. الوغ بقات الليل كامل تماك، انا بقيت حاطو تماك، بقيت لي خدام عادي حيت انا اصلا ملي كنقوم بالخدمه ديالي كنبقى الليل كامل حاضي. وما علاش داروا لي الخدمه هادي عارفيني ديما جاري في السيكتور عندي، هما خدموني. جاو مع 6 ديال الصباح، 6 ديال الصباح، 6 الصباح كنبدا الاشغال ديالي. شكون النهار وقع هادشي؟ الحد مع 6 الصباح. يعني استغلوا ديك الفتره ديال الحد ما تكون حتى واحد. ما كاين حتى واحد، وانا كنوجه المسؤوليه كبيره لمالين الضو، حيت يلاه اليوم الضو شاعل. انا كنعطي المسؤوليه كبيره لمالين الضو، البوطوات ديال الضو كنوجه لهم مسؤوليه كبيره، حيت انا كل ما الضو اللي كان طافي ما غاديش نتخدم. الضو كان طافي، انا مشيت نحل واحد المقهى، نحل ليها الباش ديالها. تلهيت شويه مع القهوه. قلت صافي الصباح طلع. قلت انا صافي الصباح طلع، يعني مالف انا كنقول صافي راه الصباح راه طلعت الباش بحال هكاك. كنت كليت واحد الرمانه بحال هكاك، نقيتها فوق الطابله. هذاك الطبسي اللي نقيت فيه الرمانه هو كنت غنديه الموطور. ديت الطبسي الموطور كنلقى الموطور ما كاينش. شحال الساعات تقريبا كاين؟ تقريبا 6 و4 دقائق. 6 و4 دقائق. علاش كون الطريقة كيهاجم عليك 5 وما؟ لا لا، 6 و4 دقائق باش مشى. باش مشى. انا حيت 6 الا ربع كنت عدو. كنت حداه. حطيت فيه شي تخربيقة تماك حطيتها فيها ورجعت للقهوة. بديت خدام كنحل في القهوة بحال هكاك. الوغ ملي بغيت نرجع عدو كنلقاه ما كاينش. مني غادي نراجع الكاميرا، غنراجع الكاميرا غنكتشف بلي هي عصابة. جابوا الطونوبيل، نزلوا منا ثلاثة، دفعوه حتى لحدا العساس اللي من ليه، عاد ديماراو. انا ما فهمتش انايا اصلا العساس كيقول لك انا ما شفتش، كيتناقض. شي يقول لك انا ما شفتش، شي يقول لك لا شفتهم كنسحابك انت. الحارس اللي حداك؟ حارس اللي حدايا. خلني نشك فيك ما هو معاهم. يعني قلت لي عصابه، كيفاش اكتشفت هاد العصابه؟ عصابه حيت الطونوبيل الطريقه اللي شفتها في الكاميرا هو ان عصابه هودت من الطونوبيله، النوع ديال الطونوبيله اللوغان بيضاء. انا على حسب العلم ديالي اللي قالوا لي الناس راه بيضاء، حيت تبعتهم بالموتور
تبع الاتجاه اللي مشاو فيه، قالوا لي راه بيضة. طنوبلي انا شفت الكاميرا كتبان لي بحال لك احلى، وين هي بيضة تبعتهم وشبرتهمش. هاد الكاميرا اللي الثانيه من الجال هي اللي غنكتشف بها بلي العساس الموتور ديما راه حداه. الوغ يعني العساس شاف كلشي بعيني وضرب الطم. واخا تشوف لي شفتي الكاميرا الاولى قلت لي انه عصابه شحال من فرد هما؟ هما اربعه ثلاثه هودو هما اللي داو الموتور، وهذاك اللي بقى في الطوموبيل جاب الدوره باش تديمارا وعاد عاد ركبوا معاه، بقى هذاك اللي مديماري والاخرين ركبوا معاه ومشاو، والطوموبيله بقات تابعه الموتور من وراه. مأمنينو زعما؟ مأمنينو. منين مشيت للدائرة، مشيت للدائرة 37. قبل ما تمشي للدائرة كنت شفت الكاميرا الأخرى وديماره واحد العساس الآخر، كنت سولت العساس شنو قال؟ قال لي العساس أنا شفتو مع ستة لاروم، منين جيت عند الموتور مع ستة لاروم كنشوفو كاين في الشارع، شتو وسط الشارع. دونك هو يا شاف كلشي بعيني. الوغ ملي نمشي هذاك الوقت اللي غن شي حدا الموطور اه شي حدا الموطور لا هو كان حدا البراكه ديالو، يعني راه هو كان حاضر يعني وقت تسرق الموطور كان حاضر، حيت هو كيتناقض ولو كيقول لو كيقول لك ما شفتش شو يقول لك لا راه شفتهم كنسحبوك حتى اللي مديماري غريبي وانت ما شفتوش اه لو كيقول لك ما شفتش كي عاوتاني مع الوقت بدا كيقول لك لا راه شت فهمتي. هو بغى يهرب من المسؤوليه وصافي، يعني انسان خاصي انا عساس انا عس نتا هو حارس وانا حارس، وبالرغم من ذلك هو كان ديما كيمشي ل 11 11 ونص كيمشي كيجي كيقول لي عافاك رد لي البال انا راه غادي نمشي، وكيمشي وكنرد لي البال ليل كامل كنمشي مره مره نضرب عند السيكتور تما. انت شاك في العساس هذا؟ اه انا شاك في العساس هذا حيت قبل حيت هو 12 يوم تقريبا 12 يوم هو ما كيكونش، ل 11 11 ونص كيمشي بحاله. هذيك الليله بالضبط اللي هو غادي يصبح لي فيه الموتور ماشي اربعه النوبات ولا خمسه، هو كيجوز من حدايا وكيهضر في التليفون انا قبل ما نعرف اللي راه الموتور غيمشي ليا شكيت فيه، شكيت عندي شي حاجه من وراه شي حاجه، انا كان عندي احساس انه عنده من وراه شي حاجه، حيت ما يمكنش هو غادي جاي كون عاد كيمشي تل دارو نقول راه عنده شي مشكل في دارو. هو حدو واحد القهوه كيقول لي افريكانا وكيرجع، يعني كاين شي ان تماك هو يعني ما هو كيبقى يمشي ومارس كيدير هاد القضيه هادي. انا عارفه انايا كنظن انايا هو عنده علاقه بالموتور، يعني من بعد شفت الكاميرا الاخرى يعني ديماره وحده الموتور. ديماره وحده الموتور. وكيفاش ديماره؟ ما شفتش كيفاش ديماره. انا لما اظن انا ما فهمتش كيف حيت لاقاو سلوكه حيت الله اعلم واش لاقاو سلوكه واش كونتاك، حيت شفتهم جوج دافعين وواحد راكب، جوج دافعين وكيدفعوا فيه. ما عرفتش واش كي ما عرفتش انا واش عمرني جربت هاد القضيه ديال الدفيع وكيديماري ما نظنش. عاوتاني شوف انا عندي شكوك في واحد عاوتاني كنت كنعطيه الكونتاكت ديالي كيقضي بيا الاشغال ديالو وكيردوا ليا. اذا ما ترونتش ما بقاش شي حاجه بقى مترونت انايا، حيت ولا عندي الشك في كل شيء كاع اللي لا 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 يركب فوق الموطور صافي، يعني راه انسان صعبي كدير فيه الثقه كدير فيه الثقه في الاخر. ما انا اللي كنشد الحموشي. شنو درتي من وراء مشيت اخويا للدائره، مشيت للدائره على اساس انا ديك الساعه ملي مشيت للدائره 37 كنت صدمه، كنت مصدوم، كنت منهار بزاف كاع. مشيت عابش ندير شكايه على اس ان الموتور راه مشى ليا، هادشي علاش مشيت. يعني ديك الساعه باقي ما اكتشفتش، باقي ما عرفتش شنو كاين. الوقت اللي درت المحضر يعني راه المحضر انا كناشد سي الحموشي، راه الناس اللي خاصي الى مشاو ياخذوا حقهم. انا باغي حقي، انا باغي موطوري، انا ما باغي غير والو، باغي موطوري يرجع ليا. حيت تالمت بزاف، خديتو عاب الكريدي بزز باش بزز خديتو، باقي بقي 1000 درهم ديال الكريدي ديالو، 1000 درهم اللي باقى فيه. ما يمكنش انه
واحد الانسان يمشي باغي عادي كلاري واحد الحاجه وما ياخذش حقه. انا باغي حقي انا ما بغيت والو، انا باغي حقي، ما كان طلبت شي حاجه، باغي موطور يرجع لي صافي. هذا كان ناس تهموشي الله يرحم بها الوالدين الى ما يشوف. لا حول ولا قوه الا بالله صراحه، حقك عند الله ان شاء الله يرجع لك حقك، ولا مازال ان شاء الله الامنيه ياخذوا لك حقك ويلقاو هاد الشفاره. مشيت رجعت للدار، ما بقيت سيماني ما كان ياكل ما كان شرب، سيمانه ما كان ياكل ما كان شرب. رجعت للدار على اساس انايا نشوف، رجعت عاوتاني لعدو قال لك حقه. هذاك النهار اللي جيتي فيها كان بيرمانونس ديال السلام جوج، مشيت لتما قال لك لا راه ماشي احنا اللي جيتي عندنا. الوغ اش غادي ندير، مشيت للمحكمة الاستئناف ودرت شكاية، ومشيت عاوتاني للاناسي على اساس تفاد ديك الشكاية اللي عطاني الوكيل المالي. سير غدا، سير بعد غدا، سير بلاتي بلاتي، باقي ما وصلناش الدوسي ديالك. يعني انا صافي تحطمت معنويا ونفسيا، والله القسم يا المدام عندي مرضت نفسيا، حيت هي اصلا متبع عليها عند طبيب نفسي كتعالج الاكتئاب، هي براسها مريضه، هي براسها مرضات. خديتي لي الموطور، خديتي غير كريدي؟ خديتو كريدي، الله الا خديتو كريدي، باقي فيه 1000 درهم. اخويا اللي سلفني فلوس بقات كنعطيه شويه بشويه بشويه بشويه، بقات فيه 1000 درهم، قال لي تو كان تعطيها لي ماشي مشكل. هو باقي كاع ما عطيناها ليه، هو مشى. خديتي باش تولي تخدم عليه؟ كنعاون بها الوقت، عرفتي تشد العساره، راه اللي قال لك العساره فيها شي حاجه راه كذب عليك، راه واحد يخلصك واحد ما يخلصكش. واحد احنا كنكافحوا صافي، كنقولوا اللهم قليلهم داوم ولا كثير مقطوع. شحال واحد كيقول لي سير للشركه، الشركه انا راه دوزت 18 عام ديال الشركه، واحد دوز فيها 12 عام ما خديت حتى حقي. علاش كنقول لك انا راه ملي كنمشي دير شكايه راه ما كتاخذش حقك، ما كاينش اللي كيعطيك حقك. مشي 12 عام ديال الخدمه مشات هباء منثورا، عاود دوزت عام ونص شركه اخرى، عام ونص شركه تعيت انت جات لهادشي ديال العسه، حيت العسه كتقول اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطوع، هذا يعطيك هذا ما يعطيكش وغادا. يعني هاد الموطور شحال ضربتي به؟ شحال المده باش دابا؟ تقريبا عامين. هادي دابا عامين. يعني باقي جديد؟ باقي جديد. انت خرجتي جديد؟ خرجتي جديد. انا اصلا هاد الموطور ما كنتش كنفكر فيه كاع اصلا، انا اي خويا الله يجازيه بخير الله يخليه ليا، وهو قول النمره ديالك قبل ما تكمل. 06 66 71 80 92. يعني كمل لي. انا يا خويا هو معاك من الشهر للشهر، كنعيط لي كنقول لي عافاك اخويا الا ما عتقني بواحد 700 درهم ولا 600 درهم نكمل بها فلوس ديال الكرا، وكيعطيني كنرد ليه بشويه بشويه. الوغ هو اقترح عليا الفكره هذي، قال لي انت عوض ما تبقى كل خطرة تحتاج تسلف من هنا وتسلف من هنايا، انا غندير معك واحد القضيه، ناخذ لك تريبورتور عاون به شويه الوقت، حاجه اللي لقيتي دير به. فعلا الناس كيعيطوا لي هز لهم هذه، المهم الا لقيت الا عطاني شي حد، المهم كنبريكولي به وصافي. ولاش كتخدم صباح وليل باش الله الا بعد خسرتي، الا كنضيع الناس ديالي باش بعد خسرت كنخدم الليل ونهار الله العظيم. اي باش على الاقل يخلص كريدي ديالو بعدا. انا دابا جيت نشوف لقيت الخدمه ديالي كاع اللي ضربتها كامله، يلا خلص الكريدي ديالي، يعني ما ربحت فيه حتى شي حاجه والو. واش نقول لك انا، كان الله يرحم بها الوالدين، كان طالب انا 06 66 71 80 92. يعني هاد الناس هادو يعني تحلو عليك، كنحس براسي مظلوم بزاف، كنحس براسي مظلوم بزاف بلا قياس. حيت علاش الانسان ملي كيمشي يطالب بحقه ما كيلقاهش، راه كيحس بالحق، راه ما تعرفتش شحال الشفار هذا. ما اخويا اش نقول لك انا، من بعد ما دازت درت ديك المحضر ودازت الوقت، بديت كنكتشف الحقيقه بشويه بشويه. ديال اش الحقيقه؟ الحقيقه هو واحد السيد دابا راه مشدود دابا حاليا،
هو 90% هو اللي مدي الموتور حيت هو اللي كان كيسرق في الدرب، هو اللي كان عنده سوابق السرقه، هو اللي كان كيسرق في الدرب، هو مشى قدم راسه على حساب البلانات اللي عنده. هادشي من ورا ما تسرق لك الموطور. هادشي من ورا غير السيمانه هادي قدم راسه على اساس انه راه على حساب البلانات اللي عنده. ويني شكون مضرور انا؟ حيت دابا ما داروش معاه التحقيق على اساس انه الدراجه الثلاثي ديال تريبورتور راه حتى هي كانت من ضمن المسروقات اللي تسرق في الدرب. هذاك الشيء اللي سرق في الدرب راه حتى التريبورتور ديالي حتى هو تسرق بديك البلاصه، يعني نفس البلايص اللي سرق فيهم. ويني عندي شكوك انه حيت هو انا كنعرفو يعني ما كانش كيجي لجهتي هنايا، بحال شي واحد كنظن هو اللي وجهو لعندي انا، والله اعلم. عاوتاني المهم انايا انا بغيتها موطور يرجع ليا. خلي ما توجه الرساله ديالك. انا كنوجه الرساله ديال سي حموش، سي حموش كنطالب سي حموش ياخذ ليا حقي. انا باغي حقي، انا ما بغيت والو. انا راه كنخلص السكر ديالي، راه معيش وليداتي بنياتي كيقراو، المرا سياره مسكينه الله يحسن عونها قاضيه معايا الغراض وصابره معايا، وراه كنضاربها مع الزمان. راه ما كندير حتى شي حاجه، ما فيا حتى شي بليه، ما حتى شي حاجه. الحمد لله قاضيه كنجيبها لقمه العيش ديالي، راه ما كنجيب حتى شي حاجه. والناس راه معروفين، انا معروف. انا راه اي واحد يقول لك اش كنسوى هنايا، اي واحد درتي عنده هنا تقول لي كيدير هذا السيد هذا، راه يقول لك شنو كاين. انا هذاك العام اللي فات على هذه القضيه هذه ديال العساسه، كاين حد مشكل ديال العساسه. راه كون كان العساسه متضامنين بعضياتهم راه ما يوقعش هذا المشكل هذا. انا كنت باغي ناسس جمعيه ديال العساسه، كنت باغي ندير انايا كسوه وحده ولي راديو باش اي حاجه دخلت لهاد البلايص عندنا نكون نحميو الساكنه، باش نحميو الساكنه. ويلي ما كاينش اللي غادي يوقف معاك، حيت علاش كنشوف انايا اللي غيوقف معاك ما كاينش. في نفس الوقت شي عساس الله يهديهم ما عندهم السوق حتى شي حاجه، باغين عاي كميو، باغين عاي شربو، باغين ما عندهم سوق لا في العساق لا في حتى شي حاجه. هذاك الشيء علاش انا تراجعتني شفت هكاك المسؤولين ما عندهم ما مسوقينش الاساسه تاهما ما مسوقينش، يعني حتى واحد ما كيقلب على شي حاجه اللي هي مزيانه في البلاد. حنا كنجريوها على مصلحه البلاد. بحال دابا انت شتي بعينك دابا قدامك كيفاش طايروا التليفون. راه لو كان دابا الاساسه متفقين بعضياتهم والله ما تسرق شي حاجه. يعني الاساسه كل واحد كيجري على مصلحته. انا اخويا ما عنديش انا مع داكشي، انا غيور بزاف، ما كنحملش هادشي السرقه، ما كنحملش شي واحد يتظلم، ما كنحملش بزاف ديال الحوايج كنشوفها. والصراحه هاد الناس ديال الضو تكرفسوا عليا. ديال يديك هما السبب ديالي، حيت انا عامين هادي الموطور هو عندي، وبعد خطرات مع الخطرات كنخليه بنهار، كنمشي للنعاس كنخليه بنهار ما كاينش اللي يديه. بالليل باش يطفى الضو، وعندي سميتو عيط لك، عندي تصاور ديال الضو بلي راه كان طفي، وعيط للقايد ما مره ما جوج باش كيصدعهم. واني هما اللي تبوا لي في هذا المشكل هذا. خليك معايا مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما تبعتوا معنا الحالة ديال هذا السيد هذا اللي شفتوه بكى ودرف الدموع ديالو امامكم على المباشر، لان تحس براسو تحقر وداو ليه الموطور اللي واخذو غير كريدي، وكيقول مازال الموطور واخا تشفر ليه باقي فيه الكريدي ديال 1000 درهم، وهو كان بغى يعاون به غير الزمان رغم انه عساس، كان بغى يزيد يخدم شويه بالنهار باش يزيد يخدم على وليداتو، لان الزوجه ديالو مريضه حتى كيتفاجئ بهاد السارقين. يعني داو ليه تريبورتور ديالو اللي هو من الملك ديالو ماشي عاست عليه، يعني تريبورتور
الطور ديالو، لا حول ولا قوه الا بالله. هاد السيد تحقر، كنتمنوا ان يتخاد ليه حقه، كنتمنوا من احد المحسنين او احد الجمعيات او اي واحد يقدر يتعاون مع هاد السيد خلينا لكم الرقم ديالو، يعني تتصلوا به اي حاجه غادي ديروها معاه، يعني غادي تعاونوا معاه باش ما كان، لان هو عنده الكرة، عنده مازال عنده الكريدي ديال تريبورتور، لا حول ولا قوه الا بالله. صراحه ديروا راسكم بلاصتو، غادي تحسوا به لانه كيعيش واحد المعاناه كبيره، باش ان واحد الموتور اللي تسرق لك وباقي كتخلص فيه الكريدي ديالو راه غتحس بواحد الحقره وبواحد الخيبه ديال الامل الكبيره. مشاهدي قناه شوف تيفي، الرقم ديال هذا السيد هذا هو 06 69 71 80 92. كنتمنى انكم تتصلوا به وتعاونوا معاه، وكنتمنى ان من المسؤولين او احد الناس اللي كيهمهم هذا الامر هذا يتواصلوا مع هذا السيد ويحاولوا انهم يلقاو معاه شي حل، لان الصراحه كيعيش معاناه كبيره. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه البث المباشر، الى اللقاء.